قالت شركة أبل إن تعطل أحد مكونات عدد محدود من أجهزة ماك بوك برو تسبب في تمدد البطارية المدمجة، وإنها ستوفر بديلاً مجانياً في جميع أنحاء العالم لهذه البطاريات. وقالت أبل إن الخلل الذي أعلن عنه في بعض أجهزة ماك برو 13 بوصة غير المزودة بشريط اللمس لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.